السلام عليكم. الدبابات الإسرائيلية دخلت وسط مدينة رفح صباح هذا اليوم تحت وطأة حرب شوارع عنيفة للغاية. التفاصيل كانت قد نشرت اليوم من عدد من المصادر المهمة، على سبيل المثال The Guardian البريطانية، Israel Radar، الشرق الأوسط، وعدد من المصادر الفلسطينية من وسط مدينة رفح. وواحدة من المقاطع التي نشرت توضح هنا أمامكم دبابة إسرائيلية من دبابات الميركافا، وهي تقف باتجاه شارع جورج، وهذا واحد من الشوارع المهمة في مدينة رفح. بالإضافة إلى ذلك أيضا أن كانت هنالك لقطات مصورة من المقاتلين الفلسطينيين المتمثلين بمقاتلي حركة حماس وهم يقومون باستهداف الدبابات والمدرعات، وهذه واحدة من اللقطات التي نشرت في 24 ساعة الماضية توضح مقاتلا فلسطينيا وهو يقوم بعملية استهداف إحدى المدرعات باستخدام قذيفة الياسين 105. تلاحظ هنا دبابة، هنا مدرعة، المدرعة كانت هدفا وتمكن فعلا من ضربها وتدميرها. وإذا ما حاولنا أن نحدد هذا الموقع لكي نعرف طبيعة هذه الاشتباكات وما يجري في هذه المنطقة، ستلاحظ هنا أولا مما ظهر من الصورة من الكاميرا الخاصة بهذا المقاتل الفلسطيني الذي صور طبعا هذه المنطقة. تلاحظ هذا المبنى ليس هنالك أي شيء بجانبه أو بجواره، تلاحظ هذا هو المبنى، وأيضا أن هنالك خزانين باللون الأسود مفترق، هنالك مسافة بينهما على هذا المبنى، مبنى آخر متقدم نوعا ما مقارنة بهذا المبنى الذي ذكرناه، مساحة مفتوحة واضحة. وتلاحظ أن هنالك مبنيين نوعا ما، واحد هذا المبنى باللون الأبيض هو أبعد تقريبا من المبنى الذي نراه هنا، وكذلك نرى أن هنالك نقاطا مرتفعة بالقرميد باللون الأحمر، هذا يأتي إلى الشمال وهذا يأتي إلى اليمين من سطح هذا المبنى. وأيضا ترى إلى اليمين من الصورة حسب تصوير هذا المقاتل، ستلاحظ بأننا أمام مبنى كبير، إلى اليمين الدبابة والمدرعة حاضرة في الوسط. بالتالي الحديث هنا طبعا من حركة حماس بأنهم تمكنوا من تحقيق هذا الاستهداف الناجح في حي الجنينة في رفح، وبالتالي هذا الحي طبعا هو يأتي بعد شارع صلاح الدين. هنا شارع صلاح الدين، هذه المنطقة هي حي الجنينة تقريبا، والنقطة المتوافقة مع الصورة التي رأيناها هي تأتي باتجاه هذا المربع. هنا نأخذ صورة 180 درجة تقريبا وسترى هذا ما يتوافق، وأن هذه النقاط والعلامات كلها متوافقة مع ما نراه، ليس هنالك أي مبنى هنا. تلاحظ الخزانات باللون الأسود واضحة، مبنى متقدم، مساحة هنا، وهذه هي المباني التي كانت ظاهرة من القرميد باللون الأحمر كما هو واضح إلى الشمال وهنا إلى اليمين من السطح لهذه المباني، وهذا هو المبنى الكبير الواضح أمامنا. طبعا هنالك بعض المتغيرات بسبب الضربات واضح والتقدم للدبابات الإسرائيلية، ولكن المقطع المصور يوضح لنا بأن المدرعة تقريبا كانت بهذه النقطة، والدبابة أيضا الإسرائيلية من دبابة الميركافا كانت حاضرة تقريبا هنا بهذا الاتجاه. وبالتالي المقاتل الفلسطيني ببساطة هو كان قد ظهر من هذه المنطقة، على ما يبدو بأنه ظهر من إحدى فتحات الأنفاق التي كان يتواجد بها، واقترب من هذه الدبابة والمدرعة، واختار طبعا المدرعة بسبب أن المدرعة ممكن أن تحمل عدد أكبر من الجنود، بالتالي هو يريد أن يحقق عدد أكبر أو خسائر أكبر بالجيش الإسرائيلي أو بالدبابة والمدرعة الموجودة هنا، اختار المدرعة وقام بضربها ونجح من تحقيق هذا الاستهداف. بالتالي توضح لك طبيعة المقاومة وعملية الاستنزاف التي بدأتها الفصائل الفلسطينية ضد الجيش الإسرائيلي، لكن أيضا هي توضح لك أن الجيش الإسرائيلي قد وصل إلى هذه النقطة وهو متمركز بالدبابات والمدرعات، وهذه منطقة تعتبر مهمة توضح لنا طبيعة هذا التقدم الإسرائيلي وكيف من الممكن أن تتطور الأمور في قادم الساعات والأيام. الجيش الإسرائيلي طبعا معروف بأنه قد تقدم إلى معبر رفح وسيطر عليه بالكامل، إلى الشوكة كذلك، وأيضا في البيوك سيطروا على هذا المطار القديم وهو مطار ياسر عرفات سابقا قبل عام 2000، وسيطروا كذلك على شارع صلاح الدين هنا بالكامل، سيطروا عليه في 48 ساعة الماضية. أما النقطة التي قمنا بتحديدها فهي تأتي هنا تقريبا في حي الجنينة الذي تحدثنا عنه، وهذا يوضح أن الجيش الإسرائيلي تمكن فعلا من التقدم من شارع الإيمان ووصل إلى هذه المنطقة. وكذلك بحسب الغازا وور يونت تراكر تقدم الجيش الإسرائيلي باتجاه شارع العروبة هنا، وشارع العروبة هو شارع ممتد هنا على طول الخط
في مدينة رفح، هذا كله شارع العروبة، وكذلك هنا شارع الجامعة، شارع الرباط، وهنا شارع أبو يوسف النجار، وهنا ترى شارع صدام، وهو أحد الشوارع أيضا المهمة الذي يتعرض إلى الكثير من الهجمات من قبل الجانب الإسرائيلي. الذي جرى هنا بحسب غازا وور يونت تراكر بأن الجيش الإسرائيلي تمكن الآن من تأمين هذه المنطقة بأكملها تقريبا، ما بين البيوك وما بين الشوكة هنا، وبالتالي هذه المناطق كلها أصبحت تحت سيطرتهم، ليست 100% ولكن على ما يبدو تقريبا 80% من هذه المنطقة تمت السيطرة عليها. والجيش الإسرائيلي بدلا من أن يتقدم باتجاه أبو يوسف النجار، تقدموا بكل هذه المسافة باتجاه شارع الجامعة طبعا، وقطعوا الطريق بهذا المفترق بين شارع الجامعة وكذلك بين شارع الرباط، والدبابات الإسرائيلية أصبحت حاضرة الآن وسط شارع العروبة، بالإضافة إلى ذلك أيضا إلى أنهم تمكنوا أيضا من التقدم في محور فيلادلفيا مع التقاء الدبابات والمدرعات من اللواء 401 المتقدمة من شارع الإيمان وكذلك من محور فيلادلفيا. في هذه المنطقة التقت هذه الدبابات وقد سيطرت المنطقة على هذه المنطقة بالكامل، وكذلك أيضا تعدوا هذه المصفات التي نراها هنا، هذه المصفات تحديدا، وبدأت الاشتباكات وبدأت الدبابات الإسرائيلية تشتبك وتتوغل في حي السلام وكذلك في حي البرازيل. لكن الفصائل الفلسطينية طبعا هي لا زالت حاضرة ومسيطرة على حي البرازيل وكذلك على حي السلام، ولا زالت موجودة أيضا في هذه المناطق باتجاه شارع صدام وكذلك شارع العروبة رغم سيطرة الدبابات على هذا الطريق، وأيضا هي لا زالت حاضرة أيضا في حي الجنينة، ولا زالت هنالك اشتباكات مستمرة. لكن الدبابات الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي قد دخل فعلا إلى هذه المنطقة، والجيش الإسرائيلي هنا كما نلاحظ من طبيعة التقدم هو أصبح تقريبا مسيطر ناريا على شارع العروبة، دخل شارع العروبة وأصبح هنالك طريقا مؤديا باتجاه شارع صدام من هذا الشارع الذي نراه وهو شارع الجامعة، والطائرات الإسرائيلية هي مستمرة في عملية قصف شارع صدام بشكل مستمر، تهيئ نفسها لعملية التقدم باتجاه هذا الشارع، وذلك لأن الجيش الإسرائيلي يريد في نهاية المطاف من الوصول إلى سوق رفح. سوق رفح تقريبا يأتي بهذه النقطة، هي مسافة نوعا ما بدأت تقترب منها إسرائيل، لأنهم طلبوا أساسا من المدنيين في منشورات سابقة أرسلوها المواطنين الفلسطينيين، طلبوا منهم مغادرة هذه المنطقة. والأي بي سي نيوز الأمريكية أكدت اليوم بأن هنالك 450 ألفا من المواطنين الفلسطينيين المتواجدين هنا شرق رفح قد غادروا هذه المنطقة إلى المناطق الإنسانية. طبعا العدد المعروف هو 1.2 إلى 1.3 مليون إنسان فلسطيني نازح إلى رفح، موجود في رفح الآن 450 ألفا، نتحدث عن 35 إلى 37% طبعا من المواطنين الفلسطينيين قد غادروا هذه المنطقة. بالتالي الجيش الإسرائيلي ترى بأنه فجأة بدأ يتقدم، ويجب ألا نستغرب أن قام الجيش الإسرائيلي هذه الليلة بتحقيق تقدم والمزيد من التقدم للسيطرة على شارع العروبة لتأمين هذا الشارع، والتقدم من ثلاث محاور على الشارع المهم وهو شارع صدام لفتح الباب للتقدم والوصول إلى المستشفى الميداني الإماراتي، إلى مبنى كذلك توزيع المساعدات للأونروا، وبعد ذلك الوصول إلى سوق رفح. وهنا نتحدث عن شوارع رئيسية وسط مدينة رفح، بدأت فجأة إسرائيل تتقدم بهذا الشكل الكبير. لكن على الرغم من كل هذه الأنباء، إلا أن هذه مسألة ليست بالسهلة على الجيش الإسرائيلي، لا أبدا، هذه مسألة صعبة ومعقدة للغاية، لأننا كما نلاحظ هنا أن هذه المناطق نوعا ما مساحتها مفتوحة في حي الجنينة على سبيل المثال، بينما ترى هنا بدأت تكتظ المباني السكنية، وهذا بالضبط ما تريده الفصائل الفلسطينية. هذه أفضل فرصة لإيقاع الخسائر بالجيش الإسرائيلي بشكل عام في هذه المباني وفي هذه الأزقة والحارات طبعا الضيقة، لأن الجيش الإسرائيلي بطبيعة الحال هو متقدم باللواء 401 المدرع، وفي حرب الشوارع هذا اللواء نوعا ما عادة من الألوية المدرعة يعاني، وكذلك أن هنالك لواء
المشاة 84، وهذا اللواء أيضا قد تقدم إلى هذه المنطقة. وطبعا بالنسبة للفصائل الفلسطينية هنا تعلم تماما أن الدبابات الإسرائيلية مع تقدمها إلى هذه المناطق وإن كانت تسيطر على الشوارع الرئيسية، إلا أن هذا سيفقد إسرائيل الغطاء الجوي الذي تتمتع به. الطائرات لن تكون فعالة بهذا الشكل المطلوب وبهذا الشكل الكبير بسبب أن القوات الإسرائيلية أصبحت متوغلة، والفصائل الفلسطينية ممكن أن تستغل هذه المسألة كثيرا باستغلال طبعا الأنفاق، تفخيخ المباني، القناصة، السيارات المفخخة وغيرها، وهذا أمر سيكون مؤذيا، ومتوقع أن تكون هنالك خسائر كبيرة في الدبابات وفي المدرعات الإسرائيلية وكذلك بين الجنود الإسرائيليين. وكذلك أن حركة حماس تعلم تماما بأن هنالك لواءين فقط كما تحدثنا هي التي تقدمت إلى رفح، ولن يكون هنالك عددا أكبر أو لواء آخر يضاف إلى هذه الألوية المتوغلة في رفح لسبب بسيط للغاية، ألا وهو الضغط الأمريكي. الولايات المتحدة الأمريكية تضغط بشكل كبير لكي لا تكون هنالك أزمة إنسانية، وهذا ما تحاول إسرائيل العمل عليه، عمليات مكافحة للإرهاب على هذه الطريقة يعملون. لكن الفصائل الفلسطينية الآن قادرة على إيقاع خسائر، حرب شوارع، أنفاق كما تحدثنا، التفخيخ، وكذلك هي تعلم أن إسرائيل في نوع من الحرج، أو أن هذه العملية ليس بالسهل على إسرائيل من التقدم بسبب أن لا زال هنالك أسرى أيضا في داخل مدينة رفح، وأن إسرائيل لو قتلت أي من هؤلاء الأسرى الذين بعضهم بحسب التقارير يحملون الجنسية الأمريكية ستكون هنالك مشكلة كبيرة للغاية. كذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية تحدثت بشكل واضح بأن هنالك أيضا أطباء أمريكيين متواجدين وعالقين في مدينة رفح، هؤلاء إن ذهبوا ضحية من قبل الجانب الإسرائيلي وقامت إسرائيل بضربهم حتى وإن كان هذا الأمر بالخطأ، سيسبب هذا الأمر ضغطا كبيرا آخرا ومضافا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على إسرائيل. بالتالي رغم كل الأخبار عن كل هذا التقدم، إلا أن هذه المعركة لن تكون سهلة. وعلى سبيل المثال في حي البرازيل هنا أينما توغلت القوات الإسرائيلية كما تحدثنا وتحدثت هذه المصادر في هذا الحي تحديدا، هنالك مشاكل كبيرة للغاية وهنالك صدامات هائلة. وتلاحظ هنا مثلا واحدة من اللقطات المصورة لحي البرازيل وتستمع إلى الصوت، سترى بأن هذه ليست بالاشتباكات العادية التي تجري بين الفصائل الفلسطينية في رفح وكذلك بين الجانب الإسرائيلي، صدامات كبيرة ومعارك وحرب شوارع هائلة للغاية. وبالتالي الفصائل الفلسطينية تبحث عن إسقاط أكبر عدد ممكن من الخسائر بالجانب الإسرائيلي والسي إن إن. ومع ذلك ومع كل هذا الذي نتحدث عنه، التقديرات الخاصة بإدارة بايدن كما نشرت السي إن إن في 24 ساعة الماضية أكدت أن إسرائيل حشدت ما يكفي لإنهاء السيطرة على رفح وبأنها ليست بحاجة لإضافة المزيد من القوات. كذلك أن الألوية الآن الإسرائيلية قد توغلت بشكل كبير وأصبحت أعداد كبيرة من الألوية في داخل غزة من شمال إلى جنوب قطاع غزة، لأن الآن شمال غزة أيضا هنالك اشتباكات كبيرة أيضا في جباليا، كذلك أيضا في الزيتون، ونحن نتحدث عن رفح. تلاحظ هنا في شهر أبريل على سبيل المثال أن الألوية الإسرائيلية المتوغلة في داخل غزة وصلت تقريبا إلى لواءين كما نلاحظ، ولكن ها هي الأعداد ترتفع لهذه الألوية داخل قطاع غزة لتصل إلى 8 ألوية متوغلة في داخل قطاع غزة من الشمال إلى الجنوب، لواءين كما تحدثنا باتجاه مدينة رفح. وهذا يأتي رغم كل الضغوط الأمريكية التي سمعنا عنها بشكل شخصي حتى من الرئيس الأمريكي جو بايدن في أثناء لقاء لوكالة السي إن إن الأمريكية. وهذا التوغل لا يأتي من فراغ، إسرائيل تشعر بالثقة بشكل كبير لأنه هنالك صراع داخل الكونغرس الأمريكي من أجل دعم أو عدم دعم إسرائيل في هذه العملية باتجاه رفح. الحزب الجمهوري بأكمله يقف مع إسرائيل ويدعم إسرائيل في عملية التقدم، ويقفون ضد جو بايدن وتصريحاته ورغبته وقراراته في إبطاء إرسال الأسلحة لإسرائيل للتقدم في رفح. فأكسيوس على سبيل المثال، هذا الموقع الأمريكي، كشف في الأيام القليلة الماضية بأن الجمهوريين بدأوا بتقديم أو قدموا في حقيقة الأمر وبدأوا يعملون على تقديم تشريع من أجل أن يكون هنالك تصويت على هذا التشريع في مجلسي النواب والشيوخ، وهذا التشريع من شأنه أن يمنع الرئيس الأمريكي جو بايدن من الوقوف ضد إسرائيل أو من أن يقوم بإيقاف إرسال الأسلحة لإسرائيل. وهذا طبعا عمل كبير من قبل الجانب الجمهوري، لا بل إن الديمقراطيين أيضا بحسب أكسيوس
منقسمين فيما بعضهم البعض. بعض الديمقراطيين يرون نعم يجب لهذا القرار أن يتم التصويت عليه، وبالتالي الرئيس الأمريكي لن يتمكن من إيقاف أي شحنة من الأسلحة باتجاه إسرائيل لمواجهة حركة حماس، بينما النصف الآخر هو منزعج ويدعم الرئيس الأمريكي جو بايدن، ويرون بأن هذا الأمر سيؤثر على الرئيس الأمريكي وهو مقبل على الانتخابات، وهذا بالضبط هو التأثير الحقيقي الذي يأتي باتجاه جو بايدن في الانتخابات القادمة الأمريكية. النيويورك تايمز كانت قد كشفت مؤخرا بأن لو تمت الانتخابات اليوم فإن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هو الذي سيكون فائزا وسيتحصل على 303 صوتا، هو بحاجة إلى 270 صوتا من الأصوات الانتخابية لكي يصبح رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي لاحظ أنه يحقق 303 بحسب النيويورك تايمز في الأيام القليلة الماضية. وتلاحظ هنا من خلال الولايات، طبعا توضح هذه الولايات بأن ميشيغان على سبيل المثال التي فيها الكثير من العرب والمسلمين المسلمين المعترضين على الرئيس الأمريكي جو بايدن في دعمه بالسلاح لإسرائيل لتقوم بما تقوم به في كل الاستفتاءات أو استطلاعات الرأي، ميشيغان دائما تذهب باتجاه دونالد ترامب، ليس لأنهم سيصوتون لدونالد ترامب لا أبدا، بل لأنهم لن يشاركوا في التصويت لبايدن، بالتالي بايدن يخسر الكثير من الأصوات. تلاحظ ولايات مهمة متأرجحة مثل بنسلفانيا، تلاحظ أريزونا على سبيل المثال، تلاحظ أن جورجيا كلها باللون الأحمر، كلها ذاهبة للحزب الجمهوري. وهنا مشكلة جو بايدن، أن جو بايدن هنا على الرغم من كل الإجراءات التي اتخذها ضد إسرائيل إلا أن كل الاستفتاءات دائما تظهر الولايات والعرب والمسلمين تحديدا وفي الولايات التي يتواجدون فيها لا يصوتون لبايدن أو يصوتون لدونالد ترامب. وفي نفس الوقت هو عندما وقف ضد إسرائيل بدأ أيضا اليهود الأمريكيين الذين هم مؤيدين لإسرائيل بدأوا برغبتهم وأبدوا رغبتهم بالتصويت أيضا لدونالد ترامب، وبالتالي الأمور صعبة، أصبحت صعبة على بايدن من الجهتين تماما. وبالنسبة للرئيس الأمريكي جو بايدن هنا قد يكون وقد تكون مسألة مبررة بالنسبة له، لماذا هو لا يدعم إسرائيل أو إرسال الأسلحة لإسرائيل، ليس فقط بسبب مسألة حقوق الإنسان وما يجري طبعا من كوارث إنسانية في رفح أو في كامل قطاع غزة منذ 7 أكتوبر حتى يومنا هذا، إلا أنه يرى ما الذي يجري. على سبيل المثال الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله كان واضحا في 24 ساعة الماضية، كان في خطاب وقال ببساطة إن استمر التقدم في رفح وفي غزة لن نسمح للمواطنين الإسرائيليين في شمال إسرائيل من العودة. نتحدث عن 80,000 إلى 100,000 إسرائيلي متواجدين في الشمال الإسرائيلي، أصبحوا نازحين تماما وأصبحوا يشكلون ضغطا على الحكومة الإسرائيلية. وهنا بالنسبة للرئيس الأمريكي جو بايدن يضع في حساباته بأن لو تمكنت إسرائيل على سبيل المثال من السيطرة على رفح وساندها بهذه المعركة فإن بنيامين نتنياهو لن يكذب خبرا وسيقوم بمهاجمة حزب الله اللبناني بعد ذلك بسبب هذه الظروف، بسبب مسألة المدنيين وغيرها، وبسبب أن بنيامين نتنياهو يعلم تماما أن وضعه السياسي أصبح صعبا للغاية، وبالتالي نتنياهو ممكن بعد رفح مباشرة يتقدم ويشعل حربا أخرى في هذه المنطقة، وهذا هو الذي سيؤدي بإيران أن تشتعل غضبا، أن تشارك وتساند حزب الله اللبناني. حزب الله اللبناني بالنسبة لإيران ليس كحركة حماس، وممكن أن ترى الفصائل العراقية، الفصائل في سوريا، جماعة الحوثي في اليمن تشارك بشكل أكبر بكثير مما نراه اليوم، مما يقومون به من أجل طبعا مساندة قطاع غزة. بالتالي بالنسبة للرئيس الأمريكي جو بايدن يبدو بأنه يفكر أن يضغط على نتنياهو لواء فقط إبطاء الأسلحة وغيرها لإبطاء التقدم الإسرائيلي للوصول إلى الانتخابات الأمريكية ضد دونالد ترامب، والوضع لا زال مستمرا في مدينة رفح وفي قطاع غزة بشكل عام، حتى وإن سيطروا على رفح لا زالت وسط قطاع غزة غير مسيطر عليه، لا زالت هنالك اشتباكات في شمال قطاع غزة. أن تبقى الحرب هنا في قطاع غزة بالنسبة لبايدن أفضل من أن تتم السيطرة على غزة وبعد ذلك تشتعل الحرب مباشرة في جنوب لبنان، وبالتالي تدخل المنطقة كلها بحرب ويدخل بالانتخابات في موقف صعب للغاية ضد دونالد ترامب. هذا ممكن أن يروج إلى حقيقة بأن لم تكن هنالك حروب في فترته بينما مع جو بايدن، حرب في أوكرانيا، حرب في الشرق الأوسط، ولا ندري ما الذي ممكن أن يكون قادما باتجاه تايوان إذا ما حاولت الصين من استغلال هذه الظروف لكي تحقق مسألة تاريخية بالنسبة لها. ننتظر ونرى، ولكن هي الظروف صعبة، هي ظروف معقدة وتتطور في كل ساعة وفي كل يوم.